السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار التاسعة أبدأها بالعناوين. السيد الرئيس يؤكد ضرورة دعم المجتمع الدولي للمبادرة الفرنسية. مرسوم رئاسي بتشكيل أول محكمة دستورية وافتتاح أول محكمة أحداث في فلسطين. تشريح جثمان الشهيد الشريف يؤكد عملية إعدامه. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أكد السيد الرئيس محمود عباس ضرورة دعم المجتمع الدولي خاصة أوروبا للمبادرة الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلام يهدف إلى تشكيل آلية دولية لحل القضية الفلسطينية. جاء ذلك خلال استقبال سيادته بمقر الرئاسة بمدينة رام الله المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور فينسلاند. وأطلع السيد الرئيس المبعوث النرويجي على آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، مشيدا في الوقت ذاته بالدور الذي تلعبه النرويج في التواصل مع المانحين لتقديم المساعدات لشعبنا لبناء المؤسسات الفلسطينية. عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعا لها مساء اليوم بمقر الرئاسة بمدينة رام الله برئاسة السيد الرئيس محمود عباس. وقال نبيل أبو ردين الناطق الرسمي باسم حركة فتح وعضو لجنتها المركزية إن السيد الرئيس وضع أعضاء اللجنة المركزية في صورة آخر مستجدات الأوضاع على صعيد العملية السياسية والجهود الفلسطينية الدبلوماسية على الساحة الدولية خلال الأسابيع القادمة، ومن المتوقع متابعة اللقاءات لمناقشة عدد من القضايا المختلفة. أصدر السيد الرئيس محمود عباس قرارا رئاسيا بتشكيل أول محكمة دستورية عليا في الوطن. وقال وزير العدل علي أبو دياك إن المواطن سيتمكن من التقدم إلى هذه المحكمة والطعن بأي تشريع يعتقد بأنه لا ينسجم مع قواعد الدستور. هذه المحكمة التي ستعمل على الرقابة على كل التشريعات، على القوانين والأنظمة واللوائح والمراسيم والقرارات وكافة الأعمال القانونية. وتم تشكيل هذه المحكمة من 9 من أعلام القانون، من خيرة القضاة وخيرة أساتذة القانون في الجامعات وخيرة المحامين. وتعتبر هذه المحكمة حصنا منيعا للحقوق وسياجا قانونيا أمينا لحماية القانون. إلى ذلك احتفل مجلس القضاء الأعلى بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية في رام الله بأول محكمة أحداث في فلسطين. وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سامي صرصور إن افتتاح المحكمة يأتي تتويجا لجهود كبيرة بذلها المشاركون في إعداد قانون الأحداث الجديد ومناقشته. بهدف توفير محاكمات عادلة للأطفال ومعاملتهم بأنهم فئة بحاجة للاهتمام لا أنهم مجرمون، افتتح مجلس القضاء الأعلى ووزارة الشؤون الاجتماعية أول محكمة للأحداث في فلسطين بدار الأمل للملاحظة والرعاية الاجتماعية في رام الله. اليوم دشنا الخطوة العملية الأولى في طريق تطبيق قانون حماية الأحداث، وهذا القانون سيتعامل مع الأطفال الذين هم في خلاف مع القانون على أساس أنهم ضحايا وليس مجرمين. المسؤولية هي مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث سيتم إيواء هؤلاء الأطفال في مراكز الشؤون الاجتماعية وسيتم تقديم خدمات اجتماعية لهؤلاء الأطفال. هذه المحكمة التي تضيف ركيزة أساسية إلى منظومة العدالة الفلسطينية تعتبر نقلة نوعية في تغيير الصورة المترسخة عن قضايا الأحداث من اعتبارها جنائية إلى التعامل معها
على أنها اجتماعية، فيما يتبعه دراسة وعلاج لكل حالة على حدة لإعادة انخراطها في المجتمع. تعتبر نقلة نوعية في تغيير نمطية النظرة، نظرة المشرع والقاضي والمحامي ونظرة المجتمع إلى قضايا الأحداث، وتغييرها من اعتبارها قضايا جنائية تتعلق بمسائل جرمية وجناحية إلى مفهوم آخر مختلف أكثر علوا ورقيا، والتعامل مع هذه القضايا، قضايا الأحداث، باعتبارها قضايا اجتماعية. ويأتي افتتاح هذه المحكمة انسجاما مع القرار بقانون خاص بالأحداث للعام 2016، واستكمالا لما سبقها من مذكرات، وآخرها توقيع مذكرة شراكة لتعزيز التعاون والتكامل الشهر الماضي لضمان وصول العدالة إلى قطاعات المجتمع كافة وخاصة الأطفال والنساء. مالك صبيح، تلفزيون فلسطين، رام الله. الحديث عن محكمة الأحداث والمحكمة الدستورية، نستضيف معنا هنا في الاستوديو معالي وزير العدل الأستاذ علي أبو دياك والمستشار سامي صرصور رئيس مجلس القضاء الأعلى. أهلا بك معالي الوزير. أهلا بك سعادة المستشار. دعنا نبدأ أستاذ علي فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية والأهمية لمثل هذا المرسوم الذي أصدره السيد الرئيس محمود عباس، والمنظومة التي تنعكس على المجتمع بشكل كامل. أعتقد أن هذه المحكمة تأتي في إطار البشرى لشعبنا الفلسطيني. صدور مرسوم سيادة الرئيس بتشكيل هذه المحكمة هو بشرى فعلا لشعبنا الفلسطيني الذي انتظر هذه المحكمة منذ صدور قانونها سنة 2006، ومنذ صدور القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003. هذه المحكمة تأتي في إطار حماية حقوق المواطن الفلسطيني وحماية حقوقه وحرياته الأساسية وضمان حق التقاضي للمواطن وحماية القانون وسيادة القانون في المجتمع الفلسطيني. سيتمكن فعلا كل مواطن من اللجوء إلى هذه المحكمة للطعن بأي تشريع يراه أنه مخالف لقواعد الدستور، وستقوم هذه المحكمة بالحكم بعدم دستورية أي تشريع مخالف لقواعد الدستور. أنتقل فيما يتعلق لسعادة المستشار فيما يتعلق بمحكمة الأحداث والأهمية التي تكتسيها مثل هذه المحكمة، وهو شيء جديد أيضا في فلسطين. نعم، في الواقع قانون الأحداث الذي كان مطبق قبل صدور القانون الجديد هو قانون أردني شرع في عام 1954 بعتقد، وكانت بعض النصوص مجحفة بحق الحدث، وكان الحدث يطلق عليه مجرم شأنه شأن أي شخص عادي، في حين أنه القانون الجديد لم يرد فيه أي كلمة تشير على أن الحدث مجرم لو ارتكب فعل معين، إنما هو ضحية، قد يكون ضحية مجتمع، قد يكون ضحية أسرة أو ضحية الظرف بشكل عام. القانون تم إعداده بطريقة شفافة يحافظ فيها على كرامة الحدث وعلى إجراءات المحاكمة وعلى القاضي الذي يقوم بمحاكمته. قام مجلس القضاء الأعلى بتعيين قضاة اختصوا فقط في قضايا الأحداث. هل سيعالج الأسباب التي أدت أن يكون الحدث يقع في هذا الإشكال، حتى نبدأ بالعلاج ومن ثم الحكم والتأهيل؟ هو هناك جهات متعددة اختصت في أمور تتعلق بحياة الحدث، دراسة حياة الحدث أو سيرته الذاتية قبل وقوع الفعل اللي ارتكبه، في اختصاصيين في حتى النواحي الصحية. إذا تم وضع الحدث في المحل أو المكان المخصص له، هناك رعاية صحية تقوم بها طواقم صحية متخصصة بفحصه قبل أن يودع في دار الرعاية. هناك ضمانات فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة. المكان الذي يحاكم فيه ليس محكمة عادية، إنما هو دار رعاية مخصصة، وقد خصصت دور رعاية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية
أخذ بالاعتبار فيها أن تكون ملائمة لطبيعة أو لسن الحدث. سنعود لأهمية ذلك وانعكاسه على المجتمع. أستاذ علي، فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية والأهمية، أنت ذكرت في خلال التقرير بأنه يستهدف المشرع والقاضي والمحامي والمجتمع وكافة الشرائح المختلفة، إذن سيكون هناك تطور نوعي حتى في صياغة القانون التي ستنضوي تحت المحكمة الدستورية، يعني هناك إبداع سيكون قانوني متواصل؟ طبعا كل ذلك ينعكس أيضا على طريقة صياغة وإعداد التشريعات والحفاظ على بنيتها القانونية والتشريعية وانسجامها مع أحكام القانون الأساسي، لأن بإمكان كل مواطن أن يلجأ إلى المحكمة الدستورية ليطعن بدستورية أي تشريع يراه بأنه مخالف للقانون الأساسي. ويأتي ذلك أيضا ضمن استكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية واستكمال بناء ركائز السلطة القضائية ومنظومة قطاع العدالة وأركان المنظومة. بات لدينا حصنا منيعا إذن ستاره القانون حتى يتمتع أي مواطن بمجابهة أي تداعيات قد تكون لها تأثيرات سلبية على. يعرف عن المحكمة الدستورية في كل أنظمة العالم بأنها حصن منيع للحريات وسياج أمين لحماية القانون، فهي فعلا تحمي حريات المواطن الموجودة والمنصوص عليها في القانون الأساسي، وتحمي هذه الحقوق أيضا الواردة في القانون الأساسي. وإذا شعر أي مواطن بأنه قد انتهكت حقوقه بأي شكل من الأشكال وفقا لأي عمل قانوني، سواء كان قانون أو مرسوم أو نظام أو لائحة أو أي عمل من هذا القبيل، بإمكان هذا المواطن أن يتوجه إلى المحكمة الدستورية ليطعن بدستورية هذا التشريع. تمام. سعادة المستشار سامي صرصور، فيما يتعلق بانعكاسات يعني محكمة الأحداث والقوانين التي مرتبطة بها، كم ستنعكس على المجتمع وتوفير عناصر الرفاهية ويعني سحب أي إشكاليات قد تقع في المستقبل لهؤلاء الأحداث؟ شوف الواقع في خلال معالجة من وقعوا في مثل هذه الإشكاليات. الواقع هو الحدث هو يعني محل اهتمام، يعني هو فئة تنشأ لكي تكون نواة للمجتمع الفلسطيني، وبالتالي يجب رعايته منذ الصغر. رعايته منذ الصغر لا تقتصر فقط على رعايته البيتية، إنما هناك قد يتعرض لبعض المشاكل، هذه المشاكل يجب أن تعالج بطريقة لا تؤثر فيه في المستقبل ولا تؤثر في نفسيته. الطفل أو الحدث إذا تأثر بشيء معين يترتب هناك أمور سلبية قد تؤثر على شخصيته في المستقبل، وبالتالي الجهات اللي شاركت في وضع القانون أو نصوص القانون هي عدة جهات وجهات متخصصة. جهات يعني الشؤون الاجتماعية شاركت، الشرطة شاركت، النيابة العامة شاركت، المجلس القضائي الأعلى شارك، هناك مؤسسات المدنية اللي هي يعني تتابع باستمرار حالة الحدث فيما يتعلق بوضعه الأسري، ثم في وضعه في المدرسة، ثم في وضعه في حياته بشكل عام. يعني كافة المعطيات موجودة. هذه أخذت بالاعتبار عندما وضعت هذه النصوص لكي تعالج وضع الحدث منذ أن بلاش أقول أنه يرتكب فعل معين مخالف للقانون لغاية ما يتم تنشئته بطريقة يخرج فيها من دار الرعاية شخص سوي وليس له، حتى أن يعني الأمور التي يرتكبها والأفعال التي يرتكبها لا تسجل ضده كسوابق قضائية، حفاظا على يعني وضع مستقبله وعلى وضعه. نعم. كشخص يعني يخضع لرعاية معينة. أستاذ علي، بنص دقيقة، موضوع التشريح الذي أثبت بأن عبد الفتاح الشريف استشهد بقتل العمد، ما هو الإجراء؟ هذه جريمة بشعة تضاف إلى سلسلة الإعدامات الميدانية التي نفذتها قوات الاحتلال وجنود الاحتلال بحق أبناء شعبنا منذ شهر أكتوبر 2015. هذه الجريمة ثابتة وارتكبت على الأشهاد، وستقوم وزارة العدل ووزارة الصحة الفلسطينية وبالتعاون مع القضاء والنيابة العامة بتحضير وإعداد ملف موثق لهذه الجريمة التي أثبتها تقرير الطب الشرعي حتى الإسرائيلي، وتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية. شكرا جزيلا لك سيد علي أبو دياك وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور، أشكركما جزيلا.
أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية من أجل استرداد الحقوق المسلوبة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وقال الرئيس السبسي في برقية بعثها للسيد الرئيس محمود عباس لمناسبة يوم الأرض إن تلك المناسبة جليلة نستحضر فيها الملاحم البطولية التي خاضها الشعب الفلسطيني في مجابهة الاحتلال الغاشم، ونستلهم منها معاني التضحية والفداء وتثبيت الهوية وعدم التفريط في الأرض والمقدسات. قال رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله إننا نعول على أكبر التفاف عربي وإقليمي ودولي لدعم حقنا في إنهاء الاحتلال والعيش بحرية وكرامة في أرضنا. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لجمعية الأخوة المصرية العربية الإفريقية العالمية الذي عقد في متحف محمود درويش في مدينة رام الله. تأكيدا على الرابط التاريخي المتين وواصل الأخوة بين البلدين، عقدت جمعية الأخوة المصرية العربية الإفريقية العالمية مؤتمرها السنوي في كنف فلسطين تزامنا مع يوم الأرض الخالد بحضور رئيس الوزراء رامي الحمدالله، الذي أكد أن انعقاد المؤتمر في فلسطين رسالة تضامن هامة مع نضالات شعبنا وحقوقه، تدل بما لا يدع مجالا للشك على أن قضيتنا العادلة لا تزال نابضة في قلب كل عربي. نيابة عن السيد الرئيس وعن كافة أبناء شعبنا، أرحب بكم جميعا في بلدكم وبين أهلكم، وأنقل لكم تأكيد سيادة الرئيس على أن قرار جمعية الأخوة المصرية العربية الإفريقية بعقد مؤتمرها السنوي تزامنا مع يوم الأرض الخالد له رسالة تضامن هامة مع نضالات شعبنا وحقوقه، تدل بما لا يدع مجال للشك بأن قضيتنا العادلة لا تزال نابضة في قلب كل عربي. وثمن الحمدالله الدور الرائد الذي تطلع به الجمعية في تقريب شعوب العالم العربي وتوطيد أواصر التعاون الاستراتيجي بينها، معولا على أكبر التفاف عربي وإقليمي ودولي لدعم حقنا في إنهاء الاحتلال عن أرضنا ومقدراتنا وحقنا في العيش بحرية وكرامة في رحابها. إننا نعول على أكبر التفاف عربي وإقليمي ودولي لدعم حقنا في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا ومقدراتنا ولحقنا في العيش بحرية وكرامة في رحابها، ونحن نثمن عاليا الدور الرائد الذي تطلع به جمعية الأخوة المصرية العربية الأفريقية العالمية في تقريب شعوب العالم العربي وتوطيد أواصر التعاون الاستراتيجي بينها. فوجود جمعية بهذه الرسالة الهامة إنما يؤكد أننا نسمو فوق الجراح والآلام ونمضي موحدين لمحاربة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكاله وصوره، ملتفين حول مطالبنا العادلة في إنهاء أطول احتلال عسكري توسعي عرفه التاريخ الحديث. وكان رئيس الوزراء التقى في مكتبه برام الله السفير المصري وائل ناصر الدين عطية، حيث بحث معه آخر تطورات ومستجدات العملية السياسية والمصالحة الوطنية. وجدد الحمدالله تأكيده على متانة العلاقات بين البلدين وإشادته بالجهود المصرية المبذولة لدعم قضيتنا في المحافل الدولية كافة. إلى ذلك أطلع رئيس الوزراء المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط تورفينسلاند على آخر التطورات السياسية وانتهاكات الاحتلال. وشدد رئيس الوزراء على أهمية حشد الدعم الدولي للمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام بما يعمل على إيجاد حلول جادة وواقعية للصراع بضمانات دولية وصولا إلى حل عادل وشامل لقضيتنا الفلسطينية. أكرم فروخ، تلفزيون فلسطين. قال الطبيب ريان العلي إن نتائج تشريح جثمان الشهيد عبد الفتاح الشريف التي جرت اليوم في معهد أبو كبير في القدس المحتلة بيّنت أن الرصاصة الأخيرة التي أطلقها الجندي الإسرائيلي على رأسه هي التي تسببت باستشهاده. وأوضح العلي الذي حضر عملية التشريح في معهد أبو كبير في القدس إن الرصاصة الأخيرة التي أطلقها الجندي على الرأس الشريف بعد أن كان مصابا وممددا على الأرض هي التي أدت إلى استشهاده.
قمنا بتشريع هذه الأماكن للتأكد من أن هنالك إصابة في الأوردة أو الشرايين الرئيسية في منطقة الفخذ أو في الأحشاء الداخلية، فلم يتبين أن هنالك يوجد أي إصابة قاتلة من تلك الإصابات المذكورة أولا باستثناء إصابة الرأس، وهذا ما تم بالتوافق مع الطبيبة الإسرائيلية والمعاونين الذين شاركوا معنا في التشريع. في لبنان أعلنت اللجنة الوطنية العليا التوصل إلى وقف لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة بعد اشتباكات بين حركة فتح وجند الشام أسفرت عن ارتقاء أحد أفراد حركة فتح. بعد تجدد إطلاق النار في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان أمس لليوم الثاني على التوالي إثر اشتباكات مسلحة وقعت بين حركة فتح وجماعة جند الشام أدت إلى ارتقاء أحد كوادر فتح وإصابة 9 آخرين، تم التوصل اليوم إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وبدأت الحياة الطبيعية تعود تدريجيا للمخيم، وذلك بعد اجتماع طارئ عقدته اللجنة الأمنية العليا مع قيادة فتح والفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة والتعاون ما بين الفصائل الوطنية والجهات اللبنانية لتثبيت الأمن. الاجتماع أسفر عن تفاهم مع القوى الإسلامية من أجل الحفاظ على الأمن والوجود الفلسطيني داخل المخيم ورفع الغطاء عن أي متورط في عمليات إطلاق النار أو مسيء، مشيرين إلى أن استهداف المخيم هو استهداف مباشر لحق العودة. فيما بدأت العديد من العائلات التي خرجت من المخيم أثناء الاشتباكات العودة إلى منازلها من جديد كدليل على نجاح المساعي والمبادرات خاصة في منطقة الصفصاف والبركسات. وقررت اللجنة الأمنية العليا تشكيل لجان ميدانية تتابع وقف إطلاق النار على الأرض داعية إلى ضرورة حقن الدماء والترفع والابتعاد عن الصراعات والخلافات الدائرة إقليمياً. ميساء الأحمد، تلفزيون فلسطين. شرعت سلطات الاحتلال بتجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين لتوسيع مستوطنة رفاف الجاثم على أراضي قرية حارس بمحافظة سلفيت. استنزاف واضح لأراضي محافظة سلفيت، لصوصية الاحتلال تتجلى صباح مساء. مستوطنة رفافة وحش استيطاني ينهش جسد أراضي قرية حارس، أجزاء كبيرة منها تم بترها وأخرى تنتظر المصير نفسه. هذا الاستيطان طبعا جاء على حساب الأراضي الزراعية للمواطنين وعلى حساب أشجار الزيتون التي هي مصدر رزقهم الوحيد، وما هذه المستعمرة إلا واحدة من هذه المستعمرات التي أنشأت عام 1990 على بقعة صغيرة وتشكلت عبارة عن عدة كرفانات، وبعد ذلك أخذت تكبر شيئا فشيئا حتى أصبح الآن يقطنها مئات المستوطنين. مئات الدنومات أضحت رهينة لهذه المستوطنة التي تتسارع فيها عمليات البناء بشكل هستيري، كل لحظة تمر على أرض حارس تكون فيها قد فقدت جزءا منها، والعجلة تدور وتدور معها آلة البطش الاحتلالية. عمليات تهجير وتجريب في الأرض بدهم تروح الأصابة عنها، يعني إيش لا يخفى على الجميع هذا. ونحن طبعا على كل حال مهما عملوا احنا صامدين في أرضنا وما بنفرط في شبر واحد منها. تجريف الأراضي من قبل سلطات الاحتلال لتوسيع مستوطنات والقضاء على الأراضي القابلة للاستصلاح والقابلة للزراعة، زي ما احنا شايفين انه محافظة سلفيت تتعرض لهجم شرسي من قبل الاستيطان والمستوطنين، ويؤثر ذلك على الثروة الزراعية وخاصة أشجار الزيتون المعمرة في محافظة سلفيت التي يقتات منها المزارعون. وتطوى في هذا اليوم صفحة أخرى سطورها سوداء قاتمة صبغها الاحتلال بتجريفه أراضي حارس، حيث تحتاج من يحرسها من بطشه وعدوانه. لن يكون هذا التجريف الأخير لهذه الأرض، لكنه بداية النهاية لما تبقى منها بعد أن وصلت أنياب آليات الاحتلال عتبات بيوت القرية. من قرية حارس، محمد شتية، تلفزيون فلسطين. ما زال المواطنون في المحافظات الجنوبية يعانون من أزمتي عدم تزويدهم بالتيار الكهربائي بشكل منتظم ونقص الغاز جراء الحصار الذي يفرضه الاحتلال. تبدو الحياة في شوارع المحافظات الجنوبية طبيعية للوهلة الأولى، إلا أن المتعمق بتفاصيلها اليومية ومن يعيشها
يدرك أنها بالكاد توصف بالحياء، فالحصار والبطالة والكهرباء وهنا أنابيب غاز فارغة بانتظار تعبئتها تعطل معها المرافق الأساسية في حياة المواطنين الذين يحاولون التحايل على واقعهم المرير وحاجتهم اليومية للكهرباء والغاز. أنا نفسي ألاقي جرة غاز مش لاقي، أنا بتصل في أصحابي ومعارفي بقول لك ما فيش، طب وين نروح عشان نسوي؟ أنا جيراني بيطبخوا على الحطب، ضف على ذلك طبعا أزمة الكهرباء، ما هي الكهرباء كمان يعني مش أقل سوءا من الغاز، والوضع العام كله أصلا يعني ما حدش مدور على الشعب الفلسطيني. كأنه الواحد يرجع للعصر الحجري للبوابير والإشي، في ناس يعني فعلا متأزمين، فمشاكل يعني بتعمل الواحد للست يعني بتأخير في شغلها في بيتها. أزمة الغاز ما إن يلمس المواطنون تحسنا طفيفا حتى تراوح مكانها من جديد، مرتهنة لقرارات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال الوقود عبر معبر كرم أبو سالم بكميات لا تكفي حاجة القطاع اليومية ومنع دخوله في كثير من الأحيان. طلبنا الجهات الرسمية وجميع يعني دول العالم بالتحرك لتجهيز وترتيب وضع معبر كرم أبو سالم لإدخال الكميات المطلوبة من الوقود والغاز، يعني بمعنى أوضح أنه قطاع غزة بيحتاج يوميا إلى 350 طن، معبر كرم أبو سالم ما بيتم إدخاله في أحسن الحالات هو 200 ل 250 طن في أحسن الحالات، وبالتالي هناك دائما عجز في توريد كميات الغاز إلى قطاع غزة. تطورات أزمة الغاز وتزامنها المستمر مع أزمة الكهرباء تواجهها هيئة البترول في غزة مع نظيرتها في رام الله بجهود جبارة للحيلولة دون تفاقمها، إلا أن الأمر لا يخلو من تحكم سلطات الاحتلال وعرقلته خطط وخيارات تحسين وتوريد الغاز. لطالما حذر الخبراء الدوليون من خطورة الأوضاع الإنسانية لسكان المحافظات الجنوبية حتى وصلت نتائج توقعاتهم لواقع غزة بعد 5 سنوات أنها غير صالحة للحياة، إلا أن الأزمات التي باتت تشتد يوما بعد يوم أبرزها أزمتا الكهرباء والغاز تنذر باقتراب حلول مأساة حقيقية. صفاء الهبيل، تلفزيون فلسطين، غزة. نظم في مدينة سخنين بالداخل اجتماع لتوعية مواطني القرى المهجرة في أعقاب الهجمة الشرسة التي شنها سماسرة الأراضي بالتعاون مع الحكومة الإسرائيلية بهدف إقناعهم بالتخلي عن أراضيهم مقابل مبالغ نقدية. حملة توعية قادتها المؤسسات الشعبية والسياسية في الداخل الفلسطيني ضد هجمة شنها سماسرة الأراضي بالتعاون مع الحكومة الإسرائيلية بمحاولة لإقناع أهالي القرى المهجرة بالتنازل عن أملاكهم المسلوبة مقابل تعويضات مادية، الأمر الذي استدعى تعاضدا بين جميع القوى لإفشال المخطط وإقصائه. القضية ليست قضية أرض كأنه عقار، القضية قضية الوطن. الوطن إذا أنت لم تكن مالك بيتك وعلى أرض، وإذا لم تكن مالك للأرض فأنت كمان لم يكن لك وطن. أما وطن بدك تحافظ عليه، لا يباع ولا يشترى، وخاصة إذا إحنا في مثل قضيتنا الفلسطينية راح فيها شهداء، راح فيها أعزاء هاجروا أحباء من هذا الوطن، فاحتراما إلهن نحن على القليلة نحافظ على وطننا. صعب جدا بيع الوطن، جريمة اللي بيبيع وطنه. ذكرى شكلت مفترقة طرق في تاريخ الداخل الفلسطيني وشعلة لنضال انطلق ضد سياسات القمع والاضطهاد، تحيا اليوم في ظل ممارسات لم تغير وجهتها منذ ذلك الحين، لا بل أخذت منحنى أكثر تطرفا تجلى بعنف وإعدام ميداني وقوانين عنصرية تسن يوميا. هي محاولة لرفع الوعي بين المواطنين عامة بالذات وبالتحديد المهجرين، ولكن بشكل عام أيضا بين أهلنا العرب الفلسطينيين، أن يتمسكوا بأرضهم وأن يتنازلوا عن أن لا يتنازلوا، أن يتشبثوا بهذه الأرض مهما كانت الإغراءات، لأنه بالحقيقة بالفترة الأخيرة وبالسنوات الأخيرة هناك حملة موجهة من قبل السلطة، وللأسف الشديد هناك من يتعاون مع السلطة من بين ظهرانينا لكي يسهل عملية السمسرة على الأراضي وشراء الأراضي من أصحابها الأصليين.
سلسلة من الاجتماعات والندوات والمؤتمرات التوعوية خاضها الداخل الذي أبى مهجروه خوض مأساة النكبة مرة أخرى بتنازلهم عن حقهم بالعودة إلى أراضيهم، ليقفوا اليوم بكامل قواهم أمام هذه العصابات الفاشية التي لم تكتفي بتحويلهم للاجئين داخل بلادهم، بل تطمح اليوم إلى قتل الأمل وسلب حقهم بالعودة عنوة. على أعتاب ذكرى يوم النكبة، مخطط لفرض نكبة ثانية على مهجري داخل وسلبهم أراضيهم لن يمر في ظل وعي وصحوة كاملة كشفت نوايا الخبث الإسرائيلية مسبقا. من مدينة سخنين، سلام شرقي، تلفزيون فلسطين. في العاصمة الأردنية عمان، أحيا حزب حصاد الأردني يوم الأرض بمشاركة شخصيات رسمية أردنية وفلسطينية. إحياء ليوم الأرض، نظم حزب حصاد الأردني احتفالا جماهيري في مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمان لما تمثله هذه الذكرى من أهمية بالنسبة للفلسطينيين الذين هجروا من وطنهم وسلبت أراضيهم وما زالوا متمسكين بحقهم في العودة والخلاص من الاحتلال الإسرائيلي وتحرير فلسطين. يأتي يوم الأرض أيضا الذي انطلق في عام في الجزء المحتل من فلسطين عام 1948. هذه الانطلاقة التي ظهرت في يوم الأرض في سخين وعرابة والطيبة وكفر كنا وعين شمس وغيرها إلا دلالة بأن هذا الشعب لم يستطع الكيان الصهيوني أن يهود لا الأرض ولا الشعب، وإنما هذا الشعب ملتصقا بأرضه ملتصقا بقضيته. شارك في الاحتفال شخصيات رسمية أردنية وفلسطينية ونقابيون الذين أكدوا من خلال كلماتهم على أن رهان الإسرائيليين أن الكبار سيموتون والصغار سوف ينسون هذه الذكرى ذهب أدراج الرياح. استطعنا أن نقول لحكومة إسرائيل ولحكومات إسرائيل المتعاقبة أن شعبنا لن يستطيع أن يسكت أو يصمت على مصادرة ما تبقى من أرضه، ونحن من خلال هذه الذكرى أيضا وجهنا رسالة أن نحن نريد العيش بكرامة بحرية على أرضنا وفي وطننا. يوم الأرض كما أرى هو يوم التشبث أو برهان التشبث الفلسطيني بالأرض. كل يوم الفلسطينيين يؤكدوا على تمسكهم بترابهم الوطني، وكل يوم بيأكدوا على أن الهوية العربية الفلسطينية ستبقى هوية هذه الأرض. الكرامة قصة شبيهة، هي يوم أن أعيد للعسكرية العربية كرامتها بعد أن هزيمت 67. واستذكر الحضور ذكرى معركة الكرامة التي ستبقى خالدة في قلب كل أردني وفلسطيني، وأكدوا أن الكرامة والأرض أنشأت جيلا يتحدى التهويد والقتل والمؤامرات الإسرائيلية التي يمارسها الاحتلال. تتواصل الفعاليات في الأردن بمناسبة الذكرى 40 ليوم الأرض، والتي لا تدل فقط على أهمية الأرض بالنسبة للفلسطينيين، بل تعبر عن التلاحم الأردني الفلسطيني والدعم الأردني المتواصل للقضية الفلسطينية. لتلفزيون فلسطين، أروى حماد، عمان. أكدت سمو الأميرة دينا مرعد مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان استعدادها الكامل لتقديم الدعم والمساندة للمؤسسات الصحية الفلسطينية، خاصة تلك المتعلقة بعلاج مرض السرطان. جاء ذلك خلال افتتاح الأميرة دينا وحدة علاج أمراض الدم والسرطان للأطفال في مشفى النجاح الوطني في نابلس. في إطار العلاقات الأردنية الفلسطينية الوثيقة والمميزة، كانت نابلس على موعد مع استقبال سمو الأميرة دينا مرعد مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، لتفتتح وحدة علاج أمراض الدم والسرطان للأطفال في مشفى النجاح الوطني بحضور وفد رفيع المستوى. فسمو الأميرة دينا مرعد ذات الأصول النابلسية تؤكد من خلال زيارتها اليوم وافتتاح هذه الوحدة المتخصصة لعلاج سرطان الأطفال عمق العلاقات بين البلدين والشعبين، وخاصة في تقديم مختلف الاحتياجات المتعلقة في المجال الصحي.
طبعا بالنسبة لأطفال فلسطين أكيد الوضع بيكون كتير أصعب لما بيضطروا يروحوا للخارج أو يروحوا حتى لمستشفيات، وبعرف صعوبة التحرك، هذا اللي إشي زيادة عن صعوبة المرض والتعامل معه. فوجود وحدة زي هاي في مستشفى النجاح أمر كتير ضروري، هي أولا. وصراحة أنا فخورة جدا باللي شفته. ويعد افتتاح مثل هذه الوحدة في مشفى النجاح الوطني إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات المشفى بشكل خاص والقطاع الصحي في فلسطين بشكل عام، خاصة وأنه حظي برعاية أردنية متخصصة في هذا المجال لتقديم كافة أشكال الدعم الذي سيحتاجه. من سمو الأميرة غيداء طلال اللي هي رئيسة هيئة الأمناء للطاقم الطبي والإداري وأنا شخصيا كلياتنا إحنا جاهزين لنعطي الدعم التقني والتدريبي بكل ما عندنا لمستشفى النجاح ولجميع المستشفيات في فلسطين بالذات بخصوص علاج مرض السرطان. هذه طبعا نقلة نوعية في علاج الأطفال في أمراض مستعصية من هاي النوع اللي فيها نسبة النجاح هي نسبة عالية جدا إذا المرض تعالج بالأيد الصح في المؤسسة الصح في الطرق العلمية الصح مع نسبة نجاح اللي تفوق 90%. احنا طبعا بنشجع هذا التعاون وخاصة مع الأردن الشقيق ومع مؤسسات راقية مثل مؤسسة الحسين للسرطان. ذوو الأطفال المرضى بدورهم ثمنوا هذه الخطوة التي ستكون عونا لهم ولأبنائهم المرضى ليتخطوا هذه المرحلة الحرجة من حياتهم. الحضور الأردني في هذا المكان ليس غريبا ولكنه استثنائي، فإذا اشتكى عضو في الضفة الغربية جاء العلاج من الضفة الشرقية. من مشفى النجاح الوطني في نابلس، ريما العملة، تلفزيون فلسطين. قبل ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. السيد الرئيس يؤكد ضرورة دعم المجتمع الدولي للمبادرة الفرنسية. مرسوم رئاسي بتشكيل أول محكمة دستورية وافتتاح أول محكمة أحداث في فلسطين. تشريح جثمان الشهيد الشريف يؤكد عملية إعدامه. أشكر لكم المتابعة مشاهدين الكرام، هذه تحية، إلى اللقاء.